ما هو أشهر حيوان من فصيلة القرود في السينما قاطبة؟ لا فيلم ايه الفيلم اللي ما هو يا أشهر جماعة. فيلم عن كينج كونج. كينج كونج وإجابة صحيحة. ركين ساعة أخيرا عرفت حاجة. عرفت حاجة كده. أشهر هو غوريلا بس حبينا نصعبها. بس هو أشهر عمل سينمائي عن الغوريلات أو القرود كان كينج كونج. وطبعا إيه ما يفرقش كتير عن فيلم عادل إمام. طيب هو مفروض أذكر ثلاث أسماء. أنا هقول لك أذكر اسم فيلمين فيهم حيوانات. علي مازة وإبراهيم. وعلي مازة وإبراهيم. علي مازة وإبراهيم. أنت قلتي واحد وأحمد قال واحد. طب أنا بيتكلم القرد بيتكلم. بس أدي كمان غرام الأفاعي. غرام الأفاعي ده اسم كمان ولا اسم؟ اسم اللي فيكم هيقول اللص والكلاب. اللص والكلاب. طب كل واحد فيكم قال اسم فعلا في حيوان. أول واحد هيقول اسم تاني لفيلم تاني هو اللي هياخد النقطة. نمر الأنثى ما سمعش. ايوه نمر الانثى. قلت في النص كده. طب ما هو نمر الانثى اتحكيت. نمر الانثى واجابه صحيحه. انت مصاب. انت مصاب والله جامد. الاسامي اللي احنا قلناها اصل ما سمعتش. انت بعيد برضه. الاسرع اذكر اسم فيلم اجنبي فيه اسم سمكه. نيمو. البحث عن نيمو واجابه صحيحه. انا جاوبت بس هو سبقني. انت قلتي الاول قبل يا ركين. قالت مين قبليه بس الثانيه. انا يعني مين هتخسر بعدها بس اديك والله العظيم اديها لك. والله اديك اجابتي الاولانيه. اذكر اذكر اسم فيلم. ركزي يا ركين. ركزي يا بقى. ركزي على فكره ده سارح معاكم يعني متفوق عنكم. هو مين انا؟ انت كل ما بمسح النضاره بتصدقوني انا. اذكر اسم فيلم عربي فيه اسم طائر. حتى طير الليل الحزين. طائر الظلام. لا لا في طائر الليل الحزين. طير الظلام. لا لا مش اسم الطائر. نوع الطائر. نوع الطائر. نوع الطائر. في كلمة طائر تمشي. ماشي هتاخدي نقطة بس هنسأل حاجة. اسم الطائر. هو في فيلم بتاع نور الشريف في اسم نسر أو حاجة كده تقريبا. لا عيش وغراب. عيش الغراب بتاع نور الشريف. دعاء الكروان. دعاء الكروان واجابه صحيحه. برافو عليك يا الكروان. دعاء الكروان. بلبل حيران. بلبل حيران. دي كلها يعني افتكرت اسم الطائر شخصيا مش نوع الطائر. اذكر اغنيه فيها اسم حيوان او طائر. انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. ايوه مثلا. برافو. انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. برافو. اهي كده نقطه ما مستحقه. مظبوط. حسيني قال الاول على فكره. حسيني قال ايه؟ قال غلباوي. كان في فراشه صغيره بس ما اعرفش ده كان مسلسل ولا. طب بصوا يا جماعه يعني لا اغنيه. طب انا هقول لكم اغنيه بتاعت نيلي. انتوا اتحملتوا كتير جدا وده اخر سؤال في اللعبه دي. انتوا في الفيلم ده واجهتوا صعاب كتيره جدا واتحرطتوا جدا فاكيد مش هيزيد عليكم لو قلت لكم كل واحد يغني جزء من الاغنيه دي وياخد نقطه كاسحه. اغنيه ايه ده؟ قال اغنيه وده انا فراشه وده قال انا عندي بغبغان. يا رب ده الواحد يقع في شر اعمالي. عشان اعملي فيها بتفوق بقى وبتحل وبتغني. طب ممكن نغنيها كلنا مع بعض؟ يلا. انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان بيعمل بقى حاجات. مش فاكر مش فاكر. بيحفظ اللي بقوله ويعيدوا الليل بطوله زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. مفيش نقطه يا حبيبي. بقول لك ايه انت اللي فايز. انا حاولت. برافو برافو.